عندي صورة الشاب كما تشاهدون في حبوب على البشرة، أحتاج أزيل الحبوب وأزيل العيوب الموجودة على البشرة، ومن ثم أنعم البشرة ببساطة على برنامج فوتوشوب. عندنا طرق كثيرة لإزالة العيوب وتنعيم البشرة ببساطة. أروح على أداة سبوت، أختار أول خيار، من ثم أكبر شوية الأداة عشان تغطي الحبوب وأزيل العيوب مبدئيا قبل ما أروح على مرحلة التنعيم وتضبيط البشرة. أحدد الحبة الأولى بهذه الطريقة، ثلاث الحبة بطريقة احترافية لطريقة تنعيم البشرة. أول شيء نأخذ من هذا، نأخذ منها طبقة ثانية أخرى جديدة، نضغط على Ctrl I من الكيبورد، نروح على خيار البليدينج، نغير مود الصورة، نختار فيد لايت فلترز، من فلترز نروح على أذر، من أذر نروح على هاي باس، نروح على فلترز على خيار بلور، من خيار بلور على جوشن بلور، خليها واحد، اضغط على خيار الماسك طبقة بيضاء، الطبقة البيضاء اضغط عليها Ctrl I، بعدها اروح على أداة البرش، انا موجود على أداة